وما بتمنى حدا يحس اللي أنا حسيته. وأنا قلت لكم لأي حدا مش قادر يحضر الفيديو من هلأ بحكي لكم الفيديو فيه كتير فيه كتير جوع عشان يلحق لهم بصل. آسفة آسفة والله آسفة. إيش أعمل؟ بحب أمثل وأعيش الدور. مرحبا يوتيوب، رمضان كريم وإن شاء الله ينعاد عليكم بالخير والصحة والسعادة. اليوم الفيديو غير، بس قبل ما أحكي لكم شو هو الفيديو قبل ما أبلش بالتصوير الحقيقي لازم أحكي لكم الجملة المشهورة، بليز ما تنسوا لايك شير أند سبسكرايب، وأكيد ما تنسوا تضوا الجرس ليوصلكم كل جديد لإلي. الفيديو اليوم كله حب، بس حب من نوع تاني. أوكي، بالعادة بعبر للأشخاص اللي بحبهم كتير من المرات بالأكل وطبخ لهم أكل زاكي، بس المشكلة إنه أغلبهم بحبوا مني طبخة كتير 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 ودائماً بطلبوها مني واللي هي المسخن. شو يعني إنهم يحبوا المسخن؟ معناها إيش كتير؟ معناها أنا رح أفرم بصل ليوم البصل، معناها إنه تقريباً كل خبزة مسخن إلها كيلو بصل. فتحدي اليوم أفرم 4 كيلو بصل، بصلة ورا بصلة. فدموع ودموع وبكاء. أي حدا ما بيقدر على الدموع بنصحكم ما تحضروا هذا الفيديو. المسخن هي أشهر أكلة فلسطينية، عبارة عن خبز بلدي محطوط عليه كميات من البصل، محطوط عليه دجاج ومكسرات، وأكيد بيكون مغرق بزيت الزيتون. لازم الزيت ينزل هيك. يلا نبلش. ربطنا الشعرات، لبسنا الفستان المورد، وجهزت حالي لأبلش أبكي. نبلش. أول وحدة بتغر ما فيها بكاء ولا دموع. استنوا على الثانية والثالثة. بلشت الروائح تطلع. هلا والله. بدي أشوف قديش بضاين على أي بصلة ببلش أعيط. قديش صرت؟ هاي 4. لا 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 خليني على الأقل أخلص الخامسة. تتغرغر الدموع. كثير بحب اصحابي كثير لدرجه اني انا مستعده اضلني ابكي انا اقطع البصل عشانهم. بدهم ياكلوا مسخن في رمضان، مين بفطر مسخن اصلا في رمضان؟ مين مين؟ بحب احكي لكم هذا بس التأشير، لسه ما وصلنا للتقطيع. يا خوفي انه بدات اشياء اخرى في التساقط مش بس الدموع. لما بلشت الدموع عن جد تنزل عشت الدور. وصورت لكم المقطع اللي كان في البداية وهيك بالضبط كان. أنا مش قادر يحضر الفيديو من هلأ بحكي لكم الفيديو فيه كتير فيه كتير دموع. سوري. شوفوا بيقولوا إنه البصل إذا نحط في المي بتخف حدته وبيبطل الواحد كتير يدمع، بس عن تجربة هاي الحيلة يعني ساعد شوي بس مش كتير. على كل حال رح أحطهم في المي أنا. بالمناسبة اللي بيسأل ليش ما بنفرم البصل على الخلاط أو على الماكينة، لأنه البصل للمسخن ما بزبط إلا هيك مكعبات بالضبط، تكون هيك 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 لأنه الخلاط بيدوبها. بطل عندي عيون، بطل حرف ولا حرف صح. اسفه رح اغسل وجهي. اخر وحده. أربعة كيلو بصل فرمتهم وبهيك بكون خلصت التحدي. تفضلوا معي وشوفوا كيف راح اعملهم مسخن. زيت زيتون فريش، اهم شيء الدجاج تنقعوه في حامض. حرك وقلب وقلب وحرك.
شوفوا كيفان البصل. وهيك خلص البصل، بس تستنوا عليه ليبرد، خلوه يهدى ليتشلو. شوفوا لي هالحركة. هذا الخبز اللي بنستخدمه للمسخن، يعني مسخن زي مسخن الحجات. يلا ملح وفلفل وسماء على حسب الرغبة. تقريبا خلصت، ضل بس احط البصل على الخبز، افوته على الفرن، نحط عليه اللوز وبطلع جاهز. انا هلا بالمرحلة اللي بحط فيها السماء على المسخن. سو حطيت سماء، بعدين عم بجيب البصل وبوزعه على الخبز. بحبكم كثير كثير كثير. هيك صار جاهز. هلا حطيت الدجاج بالصينيه الثانيه، رح يكون جنبه الدجاج. إن شاء الله يكون الفيديو لليوم عجبكم. أنا كنت بس بمزح وإحنا عم نصور، لأنه من أكثر الأشياء اللي بحبها أني أسعد الناس اللي حوالي، واحدة من الطرق أني أطبخ لهم مسخن. إذا عجبكم الفيديو أكيد ما تنسوا تعملوا لي لايك شير سبسكرايب، شغلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد لإلي، وكمان شوفوا الفيديوهات القديمة إن شاء الله تحبوها. بشوفكم في فيديو جديد بدون دموع. باي باي. شو كان جابرني على هذا الحب؟ شو كان جابرني أحبهم هالقد ويحبوني هالقد وأعبر لهم عن حبي هالقد؟ بالمناسبة ما تنسوا تشتركوا بحسابي على انستغرام وفيسبوك وتويتر. ومن الحب ما اكتبوا لي بالتعليقات. ما تنسوا تشتركوا في بقية حساباتي على انستغرام فيسبوك تويتر وسناب شات.